حاليا البورصة تقريبا في مستويات تعد مستويات تاريخية، يعني المؤشر الرئيسي اللي هو EGX 30 وصل لمستويات تاريخية لم تحدث في تاريخ البورصة المصرية من قبل، تقريبا عند 14000 نقطة. طبعا ده نتيجة للحدث الأساسي والرئيسي ان هو قرار تحرير سعر الصرف ومشتريات الأجانب في السوق المصري نتيجة لهذا القرار. اولا تحرير سعر الصرف تقريبا صدر في 3 من نوفمبر من عام الماضي، كانت البورصه تقريبا عند مستويات 8300 نقطه. بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف الاجانب استفادوا من هذا القرار استفاده مزدوجه. كانت الاستفاده الاولى ان اصبح الدولار بالنسبه لهم بدل ما بيشتري سهم بيشتري سهمين، هنا زادت القوه الشرائيه بالنسبه لهم ما يقرب من 100%. تاني حاجة ان الاسهم المصرية كانت في ذلك الوقت تعد من في ادنى مستويات لها، تعد من ارخص الاستثمارات تكاد تكون الموجودة في العالم. اسعار الاسهم تقريبا وصلت لمستويات يعني تاريخية من حيث انخفاض قيمتها، فبالتالي هنا حققوا فرصة مزدوجة وهي زيادة القوة الشرائية بالنسبة لهم 100% اقتناص فرصة سعر الاسهم المصرية في ذلك الوقت. فضلوا على الاستمرار شراء متواصل خلال بنتكلم سنة تقريبا، مع ما فيش تخارج حصل، كل ما هو بيتم ان بيحصل جني ارباح في بعض مراحل السوق ليس الا. طبعا شراءهم المتواصل دوت وصل للمؤشر اللي احنا قلنا المستويات التاريخية عند 14000 نقطة. نتيجة لشراءهم المتواصل كان بيتركز على اسهم اللي هي ذات الملاءة المالية او الاسهم القيادية الكبيرة اللي هي بتمثل وزن نسبي عالي في المؤشر. احنا عندنا EGX 30 هو عبارة عن 30 ورقة، الورق 30 ورقة دول ليهم اوزان نسبية مختلفة في السوق. الاوزان النسبية ديت في 5 ورقات فقط من ال 30 دول بيمثلوا تقريبا 30% من الوزن النسبي للمؤشر، بالتالي هم المتحكمين في اتجاه المؤشر سواء صعودا او هبوطا.